لسعد جاردشابي المدرب التونسي الذي يحضر معنا مباشرة عبر تقنية سكايب. مساء الخير لسعد جاردا. مساء الخير ومساء الفل، وتونس كلها فرحانة، لكن بلغ لي سلامي إلى كل الشعب المغربي. احنا فرحانين كذلك، وكل الجماهير العربية اليوم دعمت وسندت المنتخب التونسي. لسعد، مباراة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى بالنسبة لنسور قرطاج أمام نسور نيجيريا، في ظل الوضعية اللي عاشها المنتخب التونسي سواء في دور المجموعات ولا كذلك الإصابة بفيروس كورونا لعدد كبير من اللاعبين بينهم مدرب المنتخب التونسي. قبل كل شيء نحب نشكر باسم الشعب التونسي كل اللاعبين اللي كانوا موجودين اليوم فوق الملعب، كانوا أسود دخلوا الفرحة للشعب التونسي اللي هو في حاجة لها. فرحانين ياسر رغم الظروف القاسية اللي كانت موجودة، ورغم يعني الإصابات بكوفيد 19 كوفيد الفيروس كوفيد المرض يعني الموجود. الحمد لله كان عندنا يمكن 13 ولا 14 لاعب اللي كانوا مرضى، لكن اللاعبين اللي بقاو يعني كانوا أسود. وأنا ديما نقول أن كرة القدم التونسية تكتيكيا يعني قوية، عرفنا اليوم كيفاش نسجلوا الهدف وغلقنا المنافذ اللي باش توصلهم المنافس ال 18 متر نتاعنا، عرفنا كيفاش نتعاملوا مع مباراة. ما تنساش أنا نفرح ياسر وقت منتخب كيما المنتخب التونسي اللي عنا 12 مليون نسمة ونفوزوا على فريق نيجيري اللي يعد 220 مليون نسمة. يعني وإن دل على شيء دل على كرة القدم المغربية في على بخير. إذن لسعد، ربما اليوم درس من دروس لكرة القدم الإفريقية بأنه لا شيء هناك مستحيل في كرة القدم، هناك الإصرار، هناك الرغبة دائما للبحث عن الإنجاز، وهذا ما ظهر اليوم في هذا المنتخب التونسي بالرغم أنه الكل رشح بطبع حال المنتخب النيجيري في ذلك ما قدمه في دور المجموعات. أنا أقول لك الحقيقة، ما فماش أجنبي قال وأن تونس باش تفوز على نيجيريا، خاصة بعد المقابلة الأخيرة اللي لعبناه ونهزمنا فيها هدف لصفر. المستوى كان ماهوش طيب، الطاقم التقني ما كانش فرحانة، الجماهير الرياضية ما كانتش فرحانة. لكن اليوم كرة القدم تعطي ديما الدروس، وهذا درس للمنتخب المغربي يعني في المقابلة المقبلة. يعني ترتيب الفيفا ما عنده حتى شيء، ما نجمش تكون في المرتبة الثالثة في ترتيب الفيفا وتلعب ضد فريق ربما في مرتبة 50 وتخمموا أنك باش تفوز عليه. المقابلة كلها صعبة، البلدان كلها ولا تعرف تلعب الكرة. اليوم أكد مرة أخرى المنتخب التونسي وأنه تكتيكيا من أحسن ما هو موجود في القارة الإفريقية. نتمنى المنتخب المصري كيف نفس الأمنيات، ونتمنى خاصة للمنتخب المغربي باش يمشي لبعيد. ومن هنا نحب نشكر يعني رئيس الجامعة السيد لجا على كل شيء اللي عمله المنتخب التونسي واللي وقف وراء المنتخب التونسي في المباراة الأولى ضد مالي بعد الكارثة اللي قام بها الحكم. شكرا للإخوان المغاربة، وتونس والمغرب ديما إخوة وديما احنا في حاجة، احنا نعاونوكم وانتم نعاونونا، وإن شاء الله على قريب المنتخب المغربي يفوز في المباراة الجاية. ونتمنى أنه بيكون نهائي مغربي تونسي ضد منتخب المغرب. بالفعل لسعد، هذا هو الجميل أنه كرة القدم دائما تجمع الشعوب، وهذه ربما اليوم كانت رسائل جميلة من جانب الجماهير المغربية التي دعمت وسندت نسور قرطاج وسعدت بتأهل المنتخب التونسي. ننتظر منتخب الوطني المغربي منتخب مالاوي. لسعد، أبرز ملاحظاتك بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي وكيف تتوقع مباراة مالاوي؟ أتوقع كما قلت في المباراة اللي قبل المباراة هذه، في صورة ما إذا المنتخب المغربي يأخذ مباراة بجدية، يأخذ مباراة يعني بدون استصغار المنافس، يسير للمنتخب المغربي باش ينتصر. الحاجة اللي تعجبني في المنتخب المغربي يظهروا على الميدان وأنهم فريق متوحد، عائلة واحدة، موش موجود فيه نجوم رغم الأسامي الكبيرة، لكن لما يدخلوا للتربص تكون عائلة موجودة. إلى حد الآن المنتخب المغربي ربما الأداء اللي أنا ديما كيفاش نقولها، من نحبش نحكي ياسر على الأداء، لأن النتيجة
وقت تنتصر في زوج ثلاثة مباريات الأداء يجي يعني بطبيعته، لأن الأداء بدون نتيجة هذا شيء مرفوض. لكن السويسور اللي قدرة ربي المنتخب المغربي باش يعمل مباراة كويسة وباش يمشي لبعيد، ونتمنى وأنا من قلبي وأنا باش يكون نهائي بين المنتخب المغربي والمنتخب المغربي، ووقتها نولي أنا 100% ماذا بيا والمنتخب التونسي يفوز بعد في سنة إن شاء الله. ذلك طبعا الحال سي سعد جردشة بأنه يلتقي المنتخب في مباراة ثانية. أشكرك على هذه المداخلة الجميلة المدرب التونسي لسعد جردشة.